بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. من بعد، ودرس اعتقاد أئمة أهل الحديث الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى. درسي هروح كم إذا ها سوق هذا طيب كم إذا حقوق لما رفض مسلمين تا وعي كم التهي إن لدو كذا صلاة يجمعوين كا يوحى عبادوين كا يؤتليان سيدة حاجة وكلا سيدة وكلا جهات كا سيدة وكلا إن لدو أيو إيو عدم الخروج عليهم إيو لدقالن كلا لدقالما يا الفئة الباغية في هذا قرد درن واحد قد بتاه وما لحظة كوب بحرة إلا إيه لا قال لما لكن أي شروط أي محرين أي مدو إيه رهدين وحكم إذا الشروط داسي يعني إن أن متكي سداو عن الإسرائيل أو متكي سبح صدي عن العيسل وحوله أن قادن يوح لم يتكع وحكى لك سوى حكتي وحلي رهد دار الإسلام هي دار الكفر وامحي دار الإسلام هي دار الكفر أخصائي يا شيخ هذه المسلمين تؤيهن قوة يو التمكن سنبلتك وعبادوين كموجستة سيدة صلاة دا. هي أدن كده أغن كده سيدة صوكرة أيهن يو مسلمين تؤيهن قوة يو إذ ما يقالدو هي السمين هيان سيدة كفريات كذا يسمو جسنا يا وأين قال يسمو جسكر كفريات كذا هدي سليمان تو أين وعد من على دو مركز هالك اسمه رأي بلد كاسين وياه بلد إسلام إنه وياه هذا عكس التهي ومسلمين تو عبادين كذا أين يسمو جسكر قال دو روح يسمو جسنا يا أنا أي سيدو كذا عكس التهي لو دار كفر نايته فعكوز ضحكتين أعماش أدومضو جنة ما قليان وما أيها أيها قليا جنة وبمجرد غفو عمل كأو سمايو وقال يا جنة ما سوى سبب وكليئة وحن صبر أهل السنة والجماعة أن إلى هذين أعماش والسبب وكليئة لكن أعماش قفو جنة ما قليس جنة ما قليس قفو واحد جنة قليا وان حريص إلهي عمل كن السبب وإياه إنه جنة قلم سبب أي إياه عشر كأن ما انتحك بالله ما تقدير الآجال شيخ حيري ويقولون وحيليهن أهل السنة والجماعة وحيليهن وعقيدي سيهن قولك وقول عقيدة وحي عقيدي سيهن ويرانيان إن الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى أجل وحو وقتي لكل حي مدول بعمل وقت أي أيوه وقتي مذ ولب حي نول او مخلوق مخلوق اجلا وقت اي وقفته هو يسق بالغه مذ قار اي ويهي وقت او قار اي وقفت مذ ولب وقت او قار اي وقفت عفوا شاشه الدصوص هذا كاين مهم وقت او قار اي وقفت او لمشادي سؤيتها فاذا جاء اجلهم هدي اجل كودي ماذا لا يستاخرون وما دب وما دي كران ساعة هل ساعة ولا يستخدمون من سوهر مري كران ساعة ساعة كلمة سوهر مري كران وقت قاس أيو أقو أجي هاج الكود وإن مات هدي أولن تخفي أو قتل أمل لدلو فهو غف قاس عند انتهاء أجله وحو هذا مركي أجشي سلم هذا وهذا المسمى له لا مقعابي الدبا لمشادي السوحي كسو أدي هدو لنتي أما الدل كيسي وحو كسو أدي هدل الدلي وقت اللي هو تلقى أيوك السؤال كما قال الله عز وجل سيد إلهي لقل واحد إله لو كنتم هدى لها إذا في بيوتكم قرين هو أن تصبحي وحكم إذا للدلي وضدك كان يو هدى خصقنا لها إذا في بيوتكم قرين لبرز وحصابح لها الذين هو كتب عليهم دشوا الققر القتل ذلك وذلك لو واجبي لو قدري أي وحي أصابح لها إذا إلى مضاجعهم برت الود لا يصابح لها مركا هل لدلو أما يعني لدلينه اقتقاص أي لمن هنا مسألة أن مركا شيخه هو قهد ليا
وكردينا إياه معتزلة سوى شيء عقيدة أهل السنة والجماعة. معتزلة وحي ليهين قفك هدي لدلو وقت يلو تلقى ليمون قدم وقت كلو قدمت أنا أجشي سوى حاكا دم سوى أجشي سوى حاكا دم إياه يودنت هدي لدلو لكن هدو اسكدنتو أجل كي قدمت. أهل السنة والجماعة مركو هاي ليهين قف ولباء ساعدي وقدمت وساعدي لو قدري أيو كل ما يعني هل الدلو أما سهل سكال أنت بس لم يدلو يعني مركز سياس درس يا شيخ سوا عدينا روحي إن الله عز وجل أجل وهو وقتي لكل حي المخلوق مد ولبو النول أو إلهي أبوري أجلا وقتي وقبت فهو بالغ وهو مد جاري وقتي لس هل الدلو أما سهل أنت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وآية هدي أجل كودي ماذا لا يستأخرون ساعة ما سهر مري كران ما مدي مري كران ولا يستخدمون من هر مري كران مدى البكران إن لو دي مريو ما إن لو هر مريو أيقونا ما سمي كران مركو حير وإن مات هدي أول انت أو قتل أمل لدي لو أسلمت وهو وحو هذا قف قاسي ومات أو قتل انت أو قتل أمل لقد لي ولجيه عند انتهاء أجله وقت أجشي سنة ماضي المسمى له لو مقعاوي أول سلا وقت يقول انت سبب هاود انت اما سبب الان هاود انت دليل كون وحا ويان ايات القران كه لو ان انت منافقين في ضادك كانتي ذاتك الا لاي محل ولا هي وحا لي ذاتك الا لاي اولي او قدرني اولي او قدرني او دي اي اسكد لدي لها وان دقال با لو سويت لها هاي ايغا سبب بخي لها هاي مركاس برتو ذاك دمن لها هاي قل لو كنتم وحا ترى دي اد كسبنا لهيدين في بيوتكم غريهيني ودقال عدنا أصابح لهين لبرز وحا صابح لها الذين كتب عليهم لقوا واجبية دوش القتل إلى مضاجعهم أي أصابح لهين مرجع أس لقوا دلي إيش لقوا دلي هذا الجيفان أي أصابح لهين هذا اسم الكواك وعدا تتكاس هدي لدلينا وقت قد يقول انتان هذا أدون كل هذه وقت دلك صدو إيمان لهين وداهي لهين وحد وقاتان إني برتاس إيمان لهين وكل من لهين سيدك الله يحير وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نفء ما أها إنا دمتو إلا الله إنه إذ ما موليه إذا كإلهين وقدرك إذا كإله ما شلو شابه وقدرك مرك النفء ولبا واحد كل ما تا إذا كإلهي أي كل ما كان مسألة داس وهو كل الدين يا معتزلة دا مرك وإله دين قف بعدين لدلو أجل كيسكم أدمان وحير الشيخ وإن الله تعالى يرزق كل حي إلهي وحقوذي مد ولبا وحيا ومخلوق العبور وحا ولبا أنا ومخلوق لكن إلهي لا قرر مد ولبا الله عبوري إلهي بأرزاقه رزق الغذاء رزق قدد الذي مد كاسو به أسبوع هذا قوام الحياة نولاش مد كتاغنتهي وحا نولاش كتاغنتهي إلهي أسبوع أحد ولبا قوذي وهو رزق سما وحا ويان ما شيء يضمنه الله أما وحا تلا وهو ما يضمنه الله لمن أبقى وهو رزقه ما شيء ويان يضمنه الله إلهي وضمان القاضي لمن أحد كي أبقاه باقي من خلقه خلق إبليس رزقه حويان أحد ك نولانا وح إلهي أبلن قاض وإلهي وحيلي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أحد ولبادل كان قصبا إلهي أيا رزقي ضمان القاضي مركوا متكاس وهو الذي رزقه رزق حويان الذي متك رزقه اللغور الرزاقي وقفك اللغو قوذي من حلال حلالك كأهاد أو من حرام أم حرام كأهاد وكذلك سداس وكلوحة رزق الزينة رزق مقود انت أو اسقرح انت ووحا لولجي ذا الفاضل متك داراتك كأه عما يحيا به وحكو نولانا ووح فاكهي سيقامرك إلهي السقا وحا سولانسيه سلام ما شاء واحد لما كان شيخ هو رزقك رزقك اهل بدع قيب كم من الضاد ككيانه ضاد ككيانه سيد المعتزله ده وحي الى اهل حرمت رزقك كم من ضاد وحي حرمت قوتك الهي كم من ضاد اي الى اهل وحي اليهم الهي وحي لي كلوا واشربوا من رزق الله رزق الهي وحكعون وكعب لا سوى اباحه مركع بنين لو بنين ان لقى عنه ولقى عبه أن أمر ما هني وإباحه أمر إباحة ويان وحلو بني إن كعونان وكعبا رزق إلهي روح إلى دي رزق إلهي حرام أي كجرته
عليه ذا حوى إلهي إنه حرام بالنية ماشي كم مقطع أساس فكر يكون هذا لكن محل اللي هي أحد ولي بوح لقوذي قوت كاس إلهي حقي سكاها هذا وصح قفك حرام هدي أعنه والوقف سنة يعني والله الشيء حرام تهعني ولي يدس بحلوه كله حوالي لكن هدي أعنه رزقي إلهي وحكم له عني ويان رزق إلهي وحكم له عني رزقنا لابو أغيب سنة أدون كرزق مرك الله تيرينا يعني قول لي أدون الأرزاق لابو أغيب سنة ميدو كو انتفاعي يميدو هنتو ميدك أو هنتو أو كو انتفاع من يكو انتفاعنا وحي أو هنتو ورزق إلهي وسيب أنا العق بنجي وجرته وأونا عنين لعقتها سبحان الله ورزق إلهي كسيال ليه دولال ومالها سكولة يهي ورزق إلهي سيال ليه ها ونذا قولي قوت الله ورزق إلهي سيال ليه وأونا هنتي وكلي أيكم انتفاعي إيه وحو كو انتفاعه أيانا رزق ليه هذا مركة انتفاع سواء مثل هذا كهدلين هدي وحرام كو انتفاعه حرام تاسي مركي لغا فيري إنه كو انتفاعي ورزق إلهي رزق إلهي سيوي يعني تصالح هان وحي إلى أهل السنة والجماعة هدي قف وكل دش توجد أحدد إلما يا توجد دش مركز سي حرام قوديا أو قوديا أو قوديا إلى أكوين هذه إلى أني وين كون نقض حرام تسقود جري وضمن كنا كدمتي معتزلة وحي إليه قف كاس هل مال مكبا رزق إلهي حكم مكبا سو رزق إلهي تابا أيو دنت وإنت سنفعونه لكن أهل السنة والجماعة وحي إليهم انت رزق الهي عني انت رزق الهي عني غفاس لكن ورزق الهي وحرام كاه رزق الهي وقودي هذا حرام كاه ويا والله قبسنا سمعي تاسنا وحكو دليل ادله عام كاه الهي انه ارزاقه ايات هذا الشكل وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقره الهي وحيري دابه ولا الهي اله قودي حقوده اله سيئه السوق الوحيد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو اللي بقول لكم السكن إلى أذين أبورا حقيقة كينا يعني مركب واحد عونها يعني قوة توجد أتصال عنهم صاروا لكم ما أهن واحد ككيانين دول كي ككيانين دول كواحد ولي ويا الإله أبو رهد ورزق إلهي يا سيدوك لا إله وحير إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إلهي وحوي مثل حقودي قود أنت بدن وإلهي عاد كلو حقودي يا مجرب لكن معتزلة وحي السوق إذا قودي يالك لأن الجيران هي السوق إذا هذه اللي راد تفوق وحا قودي يددك واحد دعوة وحا قودي رازق كلي أن الله كلي السوق يا مو يا مركو شركي بقى لك شركي كتا في الربوبية يقول دعان شيخ مركو وحو إلى سنة سنة كهد الله إن الله يرزق إلهي وحو قودي كل حي مذولي بقى والنال ومخلوق الأبور رزق القذائي رزق أه قذاذ قدد الذي متكاس به وهذا قوام الحياة مركو النوع إلا بعض الشيء أه ما ينتفع به العبد وح أدونك انتفاعه هي الولد يعني وح أدونك انتفاعه أي رزق لكن حول هدو أنت اسكد وذا ميال كان سدو إلى رزق إلهي السيئ وأنا وحوك انتفاع يعني هاي وحل إلهي كمس رزقا ملي هذا اللي رزقا أحد كلا أسكال إلهي السيئ مركو كو انتفاع أنا من حال لأن هاي ورزق إلهي كو قوديا لأنه حاجة انتفاع عن كثيرين هنا مركز وهو رزق وحوي يعني ما شيء يضمنه الله إلهي وضمان القاضي لمن أبقاه قفكي باقي يعني أو من خلقه دوميس كامل ونرش أو باقي يعني وهو الرزق الذي وامتك رزقه الوقودي متك الوقودي أنك هذا لنا أنا وكو انتفاعي ومن حلال حلال أو من حرام من حرام وكذلك سداس وكلوها رزق زينة رزق وفاكهي سيقين سقر حنتا الفاضل كسر هري عما يحيى بي وحكم ولا نهي مركب سلاس وعده أهل البدع سيل ورد دي وحويان اللي يري عمومك إلهي إنه رازق يهي أي قلافنا إذا وركين تاسا قلافنا يوحي الشيء قيسا وحو لبا والله قوته إنه إلهي بحي حرامها هذا من حلالها انت سوى قلت من سلاس ويؤمنون وحي آمن سيهم بأن الله تعالى إن إلهي خلق أبو ري شياطين شياطين إنه إلهي أبو ري توسوس للآدميين آدميين توسواسده هو آدميين توسواسده إلهي أبو ري وشياطين ويخدعونهم ودقرته ويغرونهم وكتسيده وأن شياطين أي إن شياطينته يتخبط الإنسان إنسان كيسكو دردرته بسكو يعيده يعني واشا إنسان أي أيضا عقيدة أهل السنة كمذا
وأن في الدنيا أدوك إنه كسوغن يا سحرا سحر وسحرة يوك ودتك السحرة وأن السحر سحرك سحرك واستعماله استعمالك كفر وقال من فاعله فاعلك سكا هذا معتقدا له حال عقيدين نافعا هذا مد أنفعي أما ضارا مد دبي بغير إذن الله بغير إذن الله إلهي إذن كيس مدكو أنفعي أكون نفعنا هو حكو ترى هدو عقيدي سيه معتقدا على كونه معتقدا حال عقيدي سيه هي إنه يا نافعا أو ضارا نافعا مد أنفعي أمس ضارا مد أن دبي وهو كل دبي وكو أنفعي بغير إذن الله شيخ مارك نشرح حوجه هذا يا سيدي وكل المعتزله دي وردين عليه سايش انا دل المعتزله دي وردين عليه لبدي ان صامرني والصدح دي ان صامرني ايوه مساله ذنب ويؤمنون وهي من سيهن ودهي بان الله تعالى خلق الشياطين اله الشياطين اي أيوة ابور شياطين تمرك الهي بابور سبحانه وتعالى سيدي وكل شياطين تشغل يدوها ما هي غبتها توسوس للادميين ادميين تاني وسواسي كرتو وقلبي وسواسي كرتو marka mucتaziladu waxay diiday waswaasinta waa diida ma waswaasi kara ilaah in jinni uu qofka geli karo waali kara waa diida sidoo kale inuu suuxi karo iyo wax lamidka sharciga waa diida waxaaso dhan waa diideen waxaaso dhan waa ay diideen waxaan leenahay marka ilaahay wuxuu abuuraa shayaadiin tuwaswisu liladamiyiina aadamiyiinta waswaasida waxaa nagu daliila aayadda qur-aanka ahayd alladii waswasa fii suduuri innaas شيطان كلا يحكو تلمامي إنو ذاتك قلبي وذا وسواسيو أيوكو تلمام إنو ذاتك قلبي وذا وسواسيو كو تلمام ويغرونهم ويخدعونهم وانا ذكران ويغرونهم واكديا واكديا إلهي القرآن كو سأراتين بائم الله والشيطان في يدن كدين أكو كتسومنين الشيطان في يدن ذكر إلهي ليه مرك الشيطان كو ذاتك ذكران وانا وسواسيا وأنسرا وأن الشياطين يعني واتي مشركين توصاصري وي لجيركينا انا هاي محمد كدولا مركز سوسو جامي انت من قضيه الصغار دقاي مركي مال سامر عين وكا عر ونحن عرفت وش لين وحير واحد من اركينا نجيدا انو هادنا اركينا اركا وير من كاسو بحصل ملائكتي وكا عر ونبي هو قرب كاهل صلى الله عليه وسلم مركه وو كتسيه دقالو قليه ونا لقلي دقالو قليه وهكذا ان بدنو كتسيه إن بدنو كتسية هذا هو بري وكان قدام إني بريء منكم وغير هذا إني أخاف الله رب العالمين مركا أدتك هو كتسية أدلة يكسو أررتي والسجنة إنو ده كتسية يعني السرة وأن الشياطين يتخبط الإنسان إنسان كي إني إسكو دردرتو إنسان أو واشو طف كي إني الشياطين تو والي كرتو ويان إنها صعدان مركا أيوة إن كرسيهم طيب تندم نروح نقول إلى آية سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وحال يري هو الربا دعونا ما لي في قيامه السوء استاجد وأنا أيوة دع دع عين وهي دع دع يعني سيد قفك شيطان وسقدر دراي الذي يتخبطه الشيطان من المس رياضه صوت الضرر وعلي وكلا يو دع دع اي صباح يعني مركا ماشي اسوح على وش يا شيطان كنت تكوى له اي على وش يا جن كميت كيس الشيطان كا انه ضد كوى على وش يا ما تزيل اي وحي اليه الموال وفي عقيده اهل السنه وحي كنت تكتب انه يتخبط الانسان انه انسان كوالي كرم اي كنت تلين ودمبينتي الشيخ وحي شاغي ادونك وحكى جرى سحر وحد جرى وحي ليراه جرى معتزلة إن كرسان تسعير مجري ليه ما أنتنا عقلانيين وهذا ركتين أو شيخنا هاي يعني قرآنيين يا أحلام إذا عقلانيين أو ده هاي مجري وإن كراي أو كتبك ألف هاي مركز سحر كي إن كران وحي لينا الرسالة ده أم بيضي بقى أي بوري نيسا يا أحلام إذا يكون عند عون يعني إلا هنا واش يعني شياطين جرته وح سحرته ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دتك السحر براين مركز السحر كشياطين تدك برتا شياطين تدك برتا سحر وأن في الدنيا أدونك إن يكون سجنت سحرا سحر أدونك يكون سجن وسحرة يكون وح سحر سحر يقول فلي ده سحر كيكون سجن وأن السحر إن سحر كو استعماله استعمال كيس كفر أويه كفر من فاعله فاعل كيس كفر كيه
معتقدا له حال عقيدتين يهي نافعا انه يهي مد انفعه او ضار او مد دبا بغير اذن الله عقبه. لكن واحد لان السحر كسمينتي سودان سحر كله وقايف سماه الى اهل السنه والجماعه وحويان ويان مد حقيقي وقفك اصيبه وجرسيه وواله ومد من نوع مد تخيلي قول اسمه تسيو يخيل اليه انها تسعى يخيل اليه انها تسعى اهل المركب الغشي كي السحردي نبي الله موسى الله صادر فرعون وأدرك سليم وحا ليلي وحي مود سينا يعني بهلي إريا يعني يا أبي سوين سي دينا يعني لما إني أي أرديدو إساقونا سيدو كالو كسي داي أوشي مركز الشغادي أي هيين شغاو أيقو معجزاه إلهي سي وإنو أقول أردي سيو أبي سي أرديدو وكاديو لكن وحا لو إكي سي إني أرديدو إكي سين تاس مركو إكي سين تا يتخيل تاس وسحر إن السرعات وامد مدك كلا نوا مدتك أصيبة وحنوجية وجرسية وويان سكاس نوا صارر وصارر لكن إذنك إلهي كجرسية إذنك إلهي من لا فكرة إذنك إلهي كجرسية وان الوقع لو بقى سمينتي سي برشدي سي والوقع لو صابت خضواتك اللهم رعب كفري أهبا خضواتك اللهم رأيها كفري أهبا خلاف كل شيء علماء غار لقى شيئين أو شافية غيبكم لقى شيئين وحويان waxay ka hadleen midka oo daawo daawo iyo wax la isku dardaray kaliya ah kaasay dadka keeneen culimada qaar waxay yidhaahdeen saaxirka waa la weydiinayaa sidu wax u sixray hadduu daawayn isku dardaray kaliya ay tahay qofkan isku yaacay ku gaalooyi maayo laakiin hadduu wax camal shaydaani ku jiro ku gaalooba ay yidhaahdeen daawo daawooyinkaas ka hadleen culimada qaarna mudlaqan ay gaalaysiin gebigoodba waa gaalinayaan halkaasu marka masalaas nooga baxay iyadana wuxuu ku radiyay قولها اللي يراهضو المعتزلة أو إن كرت السحر إنو جرو يا السحر إن جرتو هذا لا القرآن كهان الدين إذا أنكر إذا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هي أدلة فرها بدل القرآن كما يرى بدل وقصة أرورتي والله وشي كي السحر دي فرعون وكل شيء يسجل وكسر هرجيدي نبي الله موسى نبي الله هارون عليهم السلام الشيخ ويرون مجانبة البدع والآثام الكاس أي نوع إن شاء الله تعالى بارك الله فيك والله أعلم.